شكرا معلق كابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه 74-58 بفوز للنادي الاهلي، مبروك الفوز السادس للنادي الاهلي على التوالي. ان شاء الله المباراه القادمه يوم الاربعاء مع نادي الجزيره، المباراه المؤجله اللي كانت المفروض تتلعب في وفاه معالي الوزير العام فاروق الله يرحمه، يبقى الفوز السابع ان شاء الله، وينهي النادي الاهلي يعني بعد مباراه اليوم الاربعاء ان شاء الله الجوله الاولى بدون ولا هزيمه. اداء جيد من النادي الاهلي النهارده بالرغم من الغياب او الغيابات الكثيره في صفوف النادي الاهلي. برجع لضيوفي اللي منوريني في الاستوديو اللي برحب بيهم للمره الثالثه. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك المره الثالثه. كابتن عيسى. كابتن نبيل اهلا بحضرتك المره الثالثه. اهلا بيك كابتن. كابتن نبيل، يمكن الشوط الثالث دائما ابدا هو كلمه السر في اداء النادي الاهلي، دائما بيفرق دائما في الشوط الثالث، او حتى لو في بعض التقصير في الاول والثاني بنجد التعويض وضبط الاداء بيبتدي في الكوارتر الثالث. راي حضرتك ايه؟ هو فعلا يعني النادي الاهلي في الكوارتر الثالث قدر ان هو يطلع بغزات عيسى في اول الكوارتر، قدر ان هو يطلع فوق ال 20 بونت. بس يعني بصراحه يعني احيي فريق سموحه، عمل جيم بدني عالي جدا مع اجريسيف ديفنس، مع دفاعات مختلفه سواء مان تو مان او زون ديفنس او زون بريس، وقدر ان هو يمشي المباراه في حدود ال 10 15 بونت، ودي حاجه تتحسب لهم كجهاز فني او كلعيبه. نعم، وخلينا نقول برضو انه نادي سموحه يعني بيلعب من غير اجنبي كمان. يعني برضو دي حاجه، او لاعب محترف، فدي حاجه تتحسب له على الاقل في 15 بوينت في الجيم مش موجودين لنادي سموحه بعدم وجود المحترف. فاذا اكيد طبعا بيحيي نادي سموحه، وانا بضم بصوتي صوت حضرتك ان احنا اكيد بنحيي نادي سموحه على الاداء. كابتن سلعاوي شايف حضرتك بتكتب وحاجات كتيره جدا، اتفضل. لا هو بس اللي انا عايز اقوله مبروك للنادي الاهلي الفوز السادس على التوالي يعني، وناقص لنا مباراه ونتصدر المجموعه بتاعتنا. وارد لك نادي سموحه، نادي سموحه قدم جيم يعتبر من احسن الجيمات اللي احنا شفناها ليها الموسم ده، حتى ما بجيم المرتبط يعني قدم احسن من جيمين بقى بتوع المرتبط، احسن من جيمين المرتبط بكتير. بدنيا فريق كويس جدا، عنده تنوع في الديفنس. احنا قدمنا مباراه انا في رايي الشخصي وقد اختلف يعني، ان هي مباراه جيده لا ترقي الى الامتياز يعني. مباراه قدر فريق سموحه يغير علينا دفاعات كتير، بعض اللعيبه مجهدين تقريبا او مش في مستواهم من لعيب الاهلي، او مش بدليل ان احنا دخل فينا في الشوط الاولاني والثاني 22 نقطه، وفي الشوط الثالث والرابع 36 بونت. يمكن كتير. وانت حطيت كتير برضه. انت حطيت كتير اوكي، ده مستواك يعني طبيعي. ده طبيعي. انما اللي مش طبيعي يخش فيك السكور ده. طب كابتن اقول لحضرتك حاجه، هل ترجع ده، انا باخد راي حضرتك، هل ترجع ده لغياب التفاهم والتناغم بسبب الاصابات؟ النهارده عندك اربعه من القوام الاساسي اللي جاي من كانوا موجودين جوه ال 12 مش موجودين، عندك يوسف المعداوي، عندك عمر عزب، عندك عمرو الجندي، عندك الاصابه الرابعه اللي هو مؤمن خيري. مؤمن خيري، عمرو زهران، مؤمن خيري. فالنهارده عندك اربع اصابات كانوا دايما بجوه ال 12، فانت دخلت باربع لعيبه جداد، فالنهارده واحد دايما من دول بيكون في الملعب. فهل الاربعه دول او عدم وجود تناغم او محتاجين وقت اطول في المباريات ممكن نلاقي ده بعد كده الظاهره دي مش موجوده؟ لا انا ما اعتقدش، لان انا اعتقد ان عمرو زهران بس من اللي هم يعني كانوا مؤثرين قوي من ستاند كلاس او في المنتخب كمان. نعم. يعني مش في المعنادي العالم طبعا، البطوله العربيه وبعض الوقت مؤمن خيري، لكن مش ده السبب. لا 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 انا ما اعتقدش، انا اعتقد السبب قد يكون الاجهاد، لان طبعا الاسبوع اللي فات كان في ماتشين تقال جدا طبعاً، وبيتخللهم سفر سبورتنج والاتحاد ولما رجع مره اتمرن وكده ورجع ده العذر الوحيد اللي ممكن احنا نقول بالنسبه لفرقتنا فرقتنا الاهلي. لكن مع كل الاحوال لما بتكسب وانت متوسط او انت ادائك مش التوب، ادائك مش التوب، دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. كابتن نبيل مكسب، تتفق مع كابتن سلعاوي في الكلام ده؟ اتفق معاه برضه، هو في سبب برضه دايما ان احنا يعني اللاعب المصري لما بيبقى لاعب مباراه كبيره وكسبان وبتاع بتلاقي المباراه اللي بعدها يعني شبه مثلا مريح، او شبه مثلا ان هو يعني ما بيعملش اقصى مجهود في المباراه اللي بعدها يعني.
طب كابتن، يعني من وجهه نظرك النهارده افضل لاعب المباراه من النادي الاهلي مين؟ كان عيسى صراحه. عيسى طبعا. عيسى بالثلاثيات الكتير اللي حطها. لا لا غير باداره كمان اداره المباراة. يعني هو كان في الملعب صراحه لما كان بيمسك المباراه كصانع لعب، لا كان بيتحكم في انهاء الهجمات والتايم بياخده بالنسبه للهجمه، يسرع الملعب ويبطئه، كان متحكم في الجيم. طب كابتن سلعاوي، يعني مقارنه سريعه، وده حقنا كاستوديو تحليلي ان احنا نعمل مقارنات فنيه طبعا ونقدمها للساده المشاهدين. النهارده عيسى المحترف الحالي كان خلفا لتومسون اللاعب المحترف العام الماضي اللي كان معانا. شايف مين النهارده مميزات ده وده ايه؟ وشايف مين اقوى للفرقه ومين اللي ادى للفرقه ثبات شويه في المستوى؟ رايك ايه؟ يعني لو عملنا مقارنه اهلي تومسون واهلي عيسى، انت شايف اني افضل؟ انا في رايي الشخصي ان عيسى افضل. عيسى. كابتن نبيل. انا حاسس ان هم متساويين لغايه دلوقتي. متساويين. يعني نفس الكفاءه، بالرغم ان عيسى هداف. خلي بال حضرتك، يعني تومسون يمكن انا عارف كابتن سلعاوي قاعد فكر شويه لانه لعيب هداف، هداف لوس انجلوس كابتن سلعاوي، وهو طبعا يعني بيحب الهداف. بس انا اقول لك حاجه صراحه، تومسون كان لعيب فيدر، بس في الوقت اللي عايز يسجل فيه كان بيسجل، ودي برده كان عنده ميزه فيها. بس يعني هو بيمشي اللعيبه اكتر ما بيلعب، لكن لما بيحب يلاقي اللعيبه واقفه، لا هو كان بيلعب وكان بيجيب سكور. بس كابتن احنا الاداره عند عيسى اقوى. طيب احنا بنتكلم عن عيسى، خلينا نشوف عيسى هيقول ايه. نروح لسالح حامد ومرسيته من ارض الملعب، ولقاء مع عيسى محترفنا او لاعبنا المحترف، مع كمان مروان سرحان. بس الاول بلغيه سالح، يعني تحياتنا وان احنا بنحييه على المستوى وان هو قد ايه هو ليدرشيب في الملعب. اتفضل يا سالح. بشكرك طبعا يا كابتن هيثم، تاني برحب بحضرتك بالتاكيد، وبرحب بضيوفك الكرام وكباتنا طبعا كبار في الاستوديو، الكابتن محمد سلعاوي والكابتن نبيل بخيت، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت، يمكن حاليا طبعا معي محترف النادي الاهلي عيسى ليونز، وطبعا لقاء ما بعد مباراه اليوم الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي على سموحه في ختام دور الاول من بطوله دوري السوبر لكره السله. فخليني زي ما حضرتك قلت، يعني خليني اروح لعيسى. عيسى، first of all let me welcome you on our اهلي تي في channel, and also let me tell you the TV presenter Captain Haysom Saeed and also their guests are telling you a very great performance today in this match, and also being like a leader in today's match. And also let me ask you about today's match. Congratulations, first of all. How did you see today's performance of all the players, and how did you see the match in general? I feel like we could have did better, you know, but the most important thing is to win. So we got the win, and you know, we'll come tomorrow and keep trying to get better. طبعا سالته يا كابتن هيثم على المباراه، شايف المباراه النهارده ان هم ادوا بشكل جيد، وكمان بيشكر حضرتك بالتاكيد يعني على كلام حضرتك. كمان عيسى، let me also ask you about the preparations for today's match. Of course Mr. Agassi tell you like highlights of instructions before each match, so how did you prepare to this match, and what Mr. Agassi told you about today's match? He just told us that, you know, they're a team that likes to move the ball a lot. They play aggressive on defense. They like to trap and do things like that. So he just wanted us to be disciplined on defense, don't get rejected, and you know, just be focused on offense and not get sped up by the other team. طبعا سالته يا كابتن هيثم على التعليمات، ابرز التعليمات دايما بيتكلم فيها مستر اجاستي مع جميع اللاعبين، بالاخص في قبل مباراه اليوم. يمكن مستر اجاستي اتكلم معاهم بالاخص عن الديفنس او الدفاع، يمكن نبههم بالتاكيد على الدفاع ان هم ياخدوا بالهم كويس جدا في المباراه، يدافعوا بشكل جيد، وطبعا بيهاجموا برده بشكل جيد، لكن نبههم اكتر واتكلم معاهم اكتر عن الدفاع. عيسى، also let me ask you about the preparations for the next match. Of course there's only one match left for الاهلي team against the Gezira Sporting Club. So tell me, what's the preparations for the next match, and how you're going to prepare all the team? Honestly, we haven't talked about it yet, but I'm assuming it's going to be the same as always. You know, just focus on our defense, you know, because that's what helps us win. And, you know, play a little bit up tempo and play fast, but under control. And also today's performance. Today, every player in the team made a very, very great performance, very good performance. Also the last match, all the matches in the Super League, 5 matches, 5 win. Yeah, you know, we're starting to play together. We're starting to play well. You know, I'm new here, so it took me a while to adjust and get used to the team. But I feel like now we're in a good spot.
طبعا سالته كابتن هيثم بالتاكيد على الاستعدادات للمباراه القادمه، ويمكن قال طبعا انه لسه ما اتكلموش طبعا الاستعدادات للمباراه اللي جايه ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن اخر مباراه متبقيه امام نادي الجزيره، قال يمكن لسه التحضيرات يعني لسه ما اتكلمناش عنها، ولكن طبعا هنحضر للمباراه بشكل جيد. كمان اتكلم على ان هو يعني طبعا يعني عنصر جديد لسه جديد، لاعب جديد مع فريق النادي الاهلي، ولكن يعني شويه شويه او حبه يعني بيبتدي ان هو يندمج مع الفريق اكتر واكتر، وشايف النهارده ان الاداء يعني كان في اداء جماعي واداء جيد بالنسبه لجميع لاعبي النادي الاهلي. عيسى thank you so much for this interview and also a very great performance today. Thank you and I wish you a good luck in the next match. Thank you. Thank you too. Thank you. Thank you. يلا بينا. شكرا. يلا بينا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع عيسى المحترف لفريق النادي الاهلي، ولسه مستمرين طبعا مع حضراتكم معانا واحد من نجوم المباراه النهارده طبعا كابتن مروان سرحان. يا كابتن مروان. يا كابتن مروان طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك على المباراه النهارده، اداء جيد من جميع لاعبي النادي الاهلي، شايف النهارده الاداء ازاي والمباراه بشكل عام؟ طبعا الحمد لله على الفوز النهارده. المباراه ما كناش في احسن حالاتنا يعني، ده برده ممكن يكون نتيجه التعب وسادس ماتش في فتره قصيره. ف اهم حاجه طبعا في الاول مبروك على المكسب، يعني النتيجه اهم حاجه، والاداء بس ممكن يكون مش احسن حاجه بسبب الارهاق، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى احسن يعني نتحسن. طبعا يعني ما شاء الله خمس مباريات، يعني خمس مباريات كمان فوز يعني بالعلامه الكامله، النادي الاهلي بينهي مشواره او بينهي يعني الدور الاول من بطوله دوري السوبر، لكن لسه طبعا متبقي مباراه واحده يا مروان، فان شاء الله يعني هتستعدوا ازاي للمباراه القادمه، وتستعدوا برضو ان شاء الله ازاي للدور الثاني، انا عارفه كمان في توقف دولي بالنسبه للمنتخب. هو كده بالنسبه لنا النهارده كان الماتش السادس، وعندنا ماتش متاجل مع الجزيره ان شاء الله هيتلعب بعد البريك بتاع المنتخب، فان شاء الله يعني الفتره دي الناس عندنا اصابات، عندنا ناس بعيده تقدر تخش تاني في الفرقه وتستعد للفتره اللي جايه، عشان احنا محتاجين كل الناس، عشان الماتشات الكتير اللي ورا بعض دي بيبقى فيها حمل كتير على اللعيبه، فدي فتره كويسه ان احنا نستعيد كل الناس اللي مش جاهزه والبعيده، عشان نبقى ان شاء الله في الدور الثاني يبقى كاملين صفوف ونستعد للكاس مصر والبيست فايف. زي ما انت قلت يا مروان، طبعا في العديد من الاصابات في صفوف الفريق، عمرو زهران، مؤمن طارق خيري، كمان يمكن مستر جوس النهارده ريح يوسف معداوي وعمر عزب، زي ما انت قلت في حمل كبير على اللعيبه، وده بيخلي في مسؤوليه اكتر عليكم، ولكن طبعا كلام مستر جوس معاكم يعني قول لي كده دايما بيتكلم معاكم في ايه، او ازاي بيخليكم تستعدوا طبعا للمباراه دي، خاصه ان بيبقى في حمل كبير على عناصر معينه في الفريق. طبعا احنا بقى لنا ثلاث سنين مع بعض، فاحنا كلنا يعني حافظين السيستم، ما بتفرق يعني، طبعا كل واحد ليه دور وليه اسمه والحاجات دي كلها، بس لو لاحظنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا مش ما عندناش مشكله مين غايب مهما كان اسمه، يعني الحمد لله عندنا ناشئين وعندنا دكه تقدر تعوض غياب اي حد، ودي حاجه مش سهله يعني، فاحنا دي حاجه قدرنا نبنيها في على مدار الثلاث سنين، ان اي حد موجود في الفرقه يقدر يشيل، يقدر يعوض غياب اي حد، فدي نقطه مهمه جدا في اي فرقه. شكرا جدا طبعا يا مروان، وبارك لك تاني على المباراه دي، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، وزي ما متعودين دايما منك كده اداء جيد يا مروان في جميع المباريات. شكرا شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع اثنين من نجوم النادي الاهلي، طبعا المحترف عيسى وكابتن مروان سرحان، والان عوده مره اخرى للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سارة حامد بشكرك شكرا جزيلا، لو زي ما حضراتكم تابعتوا يعني لقاء مع عيسى، وقد ايه هو يعني الهزار اللي بيحصل قدام الكاميرا ده بيدل لك قد ايه هو مرتاح، قد ايه هو سعيد بوجوده هنا. يعني خلي بالكم الحاجات دي بتبقى بسيطة ولكن ليها معنى كبير عندنا للي بيفهموا رياضة أو يعني يمارسوا رياضة. اللاعب المحترف لما بيكون موده حلو وموجود في مكان هو مرتاح فيه تلاقيه بيهزر ويضحك، لو حس في يوم من الأيام إنه متضايق بيبقى المود مش كده خالص. خليني أقول لكم إنه إيه اللي بيخلي الأجانب أو المحترفين يوصلوا للحالة دي. أولا النادي الأهلي، هو بيلعب في النادي الأهلي، النادي الأهلي هنا منظومة كبيرة، سمعة جيدة، التزامات في التعاقدات، ودي أهم شيء، وراجل جاي يلعب مقابل مادي، فلما بيلاقي بالمقابل المادي وفوقيه كمان التعامل الكويس والاحترام والأدب والسيستم، فالحقيقة انتمائه بيزيد، ومش هتشوف أي لاعب محترف، والكلام ده فرصة إن احنا نقوله، مش هتلاقي أي لاعب محترف جه النادي الأهلي إلا ما يتمنى في يوم من الأيام يرجع له تاني يا كابتن سلعاوي. مش بس الأجانب، لا والمصريين، يعني مفيش حد والله يا كابتن نبيل، مفيش حد أبدا كان جوه النادي الاهلي
وتركوا لأي سبب من الأسباب، سواء النادي الأهلي أنهى التعاقد معاه أو هو يعني الظروف ما سمحتش أنه يتواجد معاه في أي كادر، سواء تدريب لاعب إداري أيا كان في أي مكان، إلا ما يتمنى يرجع للنادي الأهلي تاني عشان المنظومة والسيستم. والحقيقة إحنا هنا لازم نحيي كمان مجلس الإدارة، لازم نحيي مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب إنه موفر الجو ده، ناجح في الفترة دي كلها مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وأكيد الله يرحمه معالي الوزير، يعني المجموعة بالكامل مش عايزين ننسى حد، موفرين هذا المناخ للعيبة في وقت أندية كتير جدا بتعاني من الأزمة اللي احنا عايشينها كلنا. طبعا أكيد مش غريبة، حتى أندية العالم كلها بتعاني من هذه الأزمة، بنشوف ريال مدريد وبرشلونة بيقتصدوا في الصفقات وغيره وغيره، والنادي الأهلي ناجح في هذا الموضوع. كابتن سلعاوي لازم يتكلم في النقطة دي، ولازم يدي النادي الأهلي حقه. النادي الأهلي النهاردة موفر للعيبة مناخ جيد للتألق، مناخ جيد للإبداع، مناخ جيد إن أنت تقدر تنافس. أنت متوفر له يعني كل حاجة، بيقول لك إديني. يعني هو متوفر، أنت موفر له كل حاجة، إدارة بتتعامل بحرفية عالية جدا. ده طبعا احنا بنخص مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود طبعا. الاهتمام لزاد جدا جدا بالعاب الصالات. صحيح. يعني كان يقول لك الاول النادي الاهلي لا كوره ومش كوره، لا دلوقتي العاب الصالات واللعيبه واخده حقها، مدربين واخده كل حاجه صح، شغال ماشيه في العاب الصالات. دليل يا كابتن، مش باسكت بس احنا مش باسكت يعني دليل نتائجك الافريقيه. ما انت برضو بص برضو على نتائجك الافريقيه، ما تبصش بس على المحليه. انت عندك كم فرقه وصلت كاس عالم السنه دي؟ كان اربعه، كان السله واليد، وان شاء الله الطايره السنه دي باذنك يا رب يكسبوا، لان ما كانش فيه كوره. ثلاثه النهارده الطايره لو كسبنا باذن الله، ودي الانباء اللي جايه لنا من الاتحاد الافريقي، ان هنشارك في بطوله العالم ان شاء الله. فانا بقول لك ان النادي الاهلي موفر كل حاجه، فده مود لعيب اجنبي مبسوط انه في النادي، مبسوط حقوقه كامله واخدها، صداقه عائليه بينه وبين اللعيبه، يعني بيحس بالفه كانه وصلته انه يهزر ويضحك. وكابتن نبيل تايد كابتن سلعاوي في هذا الكلام، يعني يمكن احنا جوه النادي الاهلي يقول لك ده هم جوه النادي الاهلي فبيقولوا كده، انما انت تأيد ان الكلام ده يعني بنظره مجرده كابتن نبيل؟ واضح جدا كمان في معامله اللعيبه مع بعض. يعني حتى اللعيبه مع بعض، مش بس مع عيسى، اللعيبه مع بعض كلها بتلاقي في اخوه كده وصداقه. عشان كده حتى لما بيجي حد يوجه حد مثلا في الملعب، او مثلا بيلومه على كوره، بتلاقي التاني بياخدها بصدر رحب، ما بيبقاش خناقه، او مثلا ما تبقاش انت عملت وانا عملت، لا بص ده فاهم الكلام بتاعه وتعاونه في الملعب، ودي حاجه كويسه جدا. يعني اتذكر حاجه كابتن نبيل، انا جيت النادي الاهلي وحضرتك كنت المدير الفني، وكان ليا شرف كبير جدا، ودي اول مدير فني يعني العب معاه كان كابتن نبيل بخيت. بس انا اتذكر موضوع كابتن سلعاوي واحكي لحضرتك برضه، يمكن اول مره اقول على الهواء. انا اول ما جيت النادي الاهلي وانا مره كنت داخل باب النادي، كان ساعتها كابتن محمود الخطيب النائب، ما كانش، وكان معالي الوزير كان عضو مجلس اداره، وكابتن حسن حمدي طبعا العظيم كان هو رئيس النادي. فانا دخلت من النادي، قابلت كابتن محمود الخطيب عند باب المعلمين. فكابتن محمود يمكن ما يفتكرش الموقف ده، انا افتكره لان دي حاجه محفوره في ذاكرتي. يعني سلم عليا وخدني من ايدي، برغم ان هو ما كانش، يعني كنت لسه جديد على النادي، يعني ما كنتش لسه، الكلام ده سنه 2009، احنا بنتكلم في 14 سنه. خدني من ايدي يا كابتن سلعاوي ومشي معايا من باب المعلمين لغايه ما وصلنا للمبنى الاداري. وكان دي رساله من كابتن محمود ان هو يعني معلش، ما ممكن يسلم عليا ويخش وخلاص. البيت بيتك. ايوه الله ينور عليك كابتن، الله ينور عليك يا كابتن. النهارده كابتن هيثم انت النهارده، لا تعالى وخدني معاه، ويمشي معايا وسط الناس، وماشي مع كابتن محمود الخطيب القامه الكبيره، وماشي النهارده لغايه المبنى الاداري. يعني بنتكلم في حته قد ايه يا كابتن؟ مثلا 5 دقايق 6 دقايق ماشي صح؟ يعني بخطوتنا بخطوه مرتاحه جدا. وعشان كده اطلقوا اسم عائله الاهلي، يعني عائله الاهلي جت من الحته دي، ان كل اللي موجودين في النادي الاهلي عيله واحده. بالظبط، خلاص تعالى نمشي مع بعض، انا حاسين بيك، تعالى انت في مكانك ارتاح. هو ده، بص يا كابتن، النادي الاهلي مش هيديك اعلى مرتب في مصر، ماشي ممكن تاخد، انا ما بقولش لا، يعني لو قيمتك كده النادي الاهلي هيدي لك، ومش هيدي للاجانب اعلى مرتبات في الدنيا، بس هتاخد اللي هتاخده، هتاخده بحب وباحترام وبتقدير والتزام. فالنهارده هتلاقي نفسك سعيد جدا، ولنا في علي معلول مثال. صح، علي معلول النهارده الراجل محترف، تحس انه متربي ومغموس ومدعفن، وبرغم ان هو معلش يعني عقده مش اعلى عقد اجنبي في افريقيا، صح ولا يا كابتن؟ بس الراجل بيقول لك انا ما اتخيلش نفسي في حته تانية غير النادي الاهلي.
فطبعا كل كابتن خالد العودي كمان احنا نسينا كمان النهارده النشاط الرياضي متواجد في كل المباريات، متواجد في كل شيء. فكابتن خالد العودي الحقيقه ليه دور مكوكي رهيب جدا جدا في العاب الصالات وفي وبالنسبه برضه للجنه. خلي بالك كابتن خالد هو رئيس اللجنه بتاعتنا وبرضه هو المشرف برضه مع كابتن نبيل في في الاعلاميات. وخلي بالك برضه هو زميل يعني كابتن خالد العودي اعلامي وزميل بس هو بس كره يد ولا كره سله بس هو ده الاختلاف بس ايه بس هو الراجل لطيف. فالنادي الاهلي كده انا بقول ان الجو ده في الاخر لازم تلاقي المنظر كده. هو خالد برضو لو تلاحظ ان هو عامل كده في النادي يعني عامل كده في النشاط الرياضي بيعتبر خالد ان كل اللي موجودين من حتى موظفين من مدربين بتاع اسره واحده فعلى طول متواجد معاهم وعلى طول بيكلمهم ودي حاجه كويسه جدا. عشان كده يا كابتن لما اللي بيسيب النادي الاهلي بيزعل يعني طبعا لا ايا كان يعني ومن حقه يزعل طبعا. طب اقول لك على حاجه يا كابتن نبيل تاني برضه احنا بنفكر بقى. لما جيت انا برضه ولو عند حضرتك مواقف من دي يا كابتن احكي لنا سيبك من الاستوديو واحنا خلاص قلنا كل حاجه ممكن تتقال. في مره يا كابتن برضه بعد ما بطلت وكده فجالي فرصه اروح احد الانديه الكبيره يعني. فانا كنت خلاص بقى بصراحه كنت اتشبعت يعني انا الفتره اللي قضيتها في النادي الاهلي قلت انا مش ممكن خلاص مش هينفع اي حاجه تانية هتعملها مش هتبقى متعه لعبك في النادي الاهلي. فساعتها قلت لا يا جماعه انا اقعد في النادي الاهلي. قلت الكلمه دي والله العظيم ساعتها لاسرتي والمقربين قلت لهم انا اقعد في النادي الاهلي اشرب كوبايه قهوه صح يا كابتن ايوه اللي احنا بنقعد فيها زي يعني يا كابتن الساعه دي عارف الحته الساعه دي يا كابتن اللي ورا بتاع العصير بلاش مش لازم اقول اسمه ايوه مش لازم اقول اسمه عشان ماشي عليا الحته الساعه دي التلج دي اقعد فيها اشرب كوبايه القهوه احسن لي ان انا اروح اي مكان تاني. طبعا يعني بتهيألي يا كابتن يعني قول يا كابتن قول لي انت يعني كلامي صح كلامي غلط؟ كلامك مظبوط طبعا 100%. وبعدين احنا كلنا واحنا يعني برضو متواجدين والحمد لله يعني يعني انا برضو تجمعني صداقه بالكابتن محمود منذ اكثر من 40 سنه من ايام الاولمبيات يعني صديق شخصي وكن له كل الاحترام هو مجلس اداره المحترم. وانا لما جيت من نادي القاهره عشان برضو كان قدامي اكتر من نادي صحيح. انا اخترت النادي الاهلي وحبيت النادي الاهلي والحمد لله اسمي وسمعتي وكل ده من خير النادي طبعا. انت ابتديت في القاهره يا كابتن بس عديت الشارع رحت النادي الاهلي ولغايه دلوقتي الحمد لله موجودين وفي خدمه النادي عن طريق اللجنه اللي احنا متواجدين فيها وقادين بدور كبير يا كابتن بصراحه يعني في كميه مواهب طلعت بصراحه كلهم في مجاله ومتعاونين جدا مع الاكاديميات مع الكابتن نبيل والحمد لله كلنا بنخدم في مجال في يعني كلهم في مجال ما هو اختاره النادي لينا. طب قول لي قول لي ذكريات لي كده يا كابتن نبيل قول لي كده قول لي مع كابتن خالد اخوك يعني قول لي لا انا اصلا لي. انا اصلا جيت علشان يعني بس مش يعني مش نفاق ولا اي حاجه لا قولي. عشان كابتن محمود الخطيب فعلا كنت بحبه. انا كنت داخل سينما قصر النيل قابلوني لعيبه الباسكت فجم يقولوا لي تلعب باسكت ايه ده كان لا قول لي بقى بالتفصيل كابتن نبيل بقى انت تاخدني وتلعب باسكت كده ده كان سينما ايه وسنه كام؟ سينما قصر النيل قصر النيل وكان سنه كام بقى؟ كنت ساعتها اولى ثانوي كان تقريبا 75 كان ساعتها كان طولك مش موجود فشافوني جم عليا فانا اتخضيت لعبت الاهلي طاهر رجب وموسى علي وحسين فهمي فجم قالوا لي تلعب باسكت فانا في الاول يعني اتخضيت منهم صراحه قلت لهم لا وبتاع كده اهو قالوا لي انت اهلاوي ولا زملكاوي قلت لهم اهلاوي قالوا لي انت بتحب محمود الخطيب ومصطفى عبده وبتاع انت لو جيت الاهلي يعني هتبقى معاهم وتتفرج عليهم في الملعب قلت لهم خلاص اجي بكره فدي برضه كانت من الحاجات يعني اللي دايما كوتش طاهر يقعد يحكيها كابتن محمود جاب صفقه اول غير ما يعرف اهو يعني كابتن وبعدها بقى جه خالد معايا وكان مجموعه يعني خالد اخوه خالد بخيت طبعا كابتن خالد بخيت وعلى فكره كابتن خالد بخيت اللي حط الكره بتاع كاس العالم أيوة هو أيوة اللي كمل الكره على الحلقه واللي خد السوكسي طبعا مش كده عشان كابتن ورده بيزعل بس ده تاريخ هو اللي عمل كل حاجه كابتن ورده ودخل وبتاع بس كانت الكره اللي زقها كابتن خالد بخيت التاريخ تاريخه واحنا ننساه طبعا اكيد بشكركم يا كباتن وفكرتوني بايام حلوه جدا جدا وانا ببقى سعيد لما اكون مع كباتن الكبار يعني كابتن نبيل بخيت نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر نورتيني وشرفتيني اسعدت جدا لاستضافتنا سعدت جدا بالكلام ده كابتن سلعاوي. طب قول لي كده كابتن قبل ما نختم بقى كده كلمه لفريق الباسكت في النادي الاهلي كلمه كده. منتظرين منكم كتير احنا جايين هنا نعمل استوديو عشان نفرح ونفرح الناس الاهلاويه بيكم فان شاء الله تكونوا عند حسن الظن ومنتظرينكم في السوبر ومنتظرينكم في البال ومنتظرينكم يعني احنا فرقه طمعتنا
صحيح. فبقينا اكثر طموحا واكثر واحنا الحمد لله يعني احنا انا وكابتن نبيل وكابتن طاهر متواجدين بتفرج على التمرين بصفه مستمره ومتواجدين، واعتقد ان شاء الله هنفرح كلنا السنه دي ان شاء الله بالسوبر. طب تقول لهم ايه على الاجهاد يا كابتن؟ اللعيبه برضو احنا حاسين انهم مجهدين وعليهم حمل كبير واصابات كتير، تقول لهم ايه؟ برضو دي نقطه مهمه جدا، واحنا حاسين بالفرقه وحاسين باللعيبه، ودي حاجه خارجه عن ارادتهم عن ايديهم. انا اعتقد البرنامج اللي عامله مستر جوستي ان هم بعد ماتش الجزيره هياخدوا راحه 4 ايام ويبدا تاني، والحمد لله اللي فيه فتره راحه هتمتد لثلاث اسابيع تقريبا لغايه 3/3 من 7/2 ل 3/3 تقريبا، اللي هي فيها الويندو بتاع البال افريقيا ناس تصفيه. واعتقد ان مفيش لعيب في النادي الاهلي بيحب ان يشوف نفسه اقل من مستواه، او يحب ان الناس تقول ده لا ده فلان مستواه نزل، فكل واحد يجتهد. لان خلي بالك انا كنت برضه عايز اضيف حاجه واتقطعت ساعه الاذان، ان احنا خدنا مجموعه من 18 و20 مستر جوستي صعدها للدرجه الاولى مجموعه كبيره. المرحله الجايه اللي هي بقى فيها لعيبه منتخب هياخد مجموعه اكتر، واعتقد انا شايف ومتابع ان فريق 16 سنه في مجموعه هايله من الاولاد بصراحه، مستقبل مشرف، مستقبل هي يعني احنا كل ما نتمناه نبقى في المكان الطبيعي ان شاء الله. يا كابتن سلعاوي بشكرك، نورتني وشرفتني، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، دي كانت الجوله بتاعتنا النهارده في استوديو الابطال. انتظرونا من 4 ان شاء الله في جوله جديده هتبقى مع مباراه الاهلي والجزيره المؤجله في كره السله، وهتبقى اخر مباراه في الدور الاول. انتظرونا ان شاء الله، تبقى المباراه الساعه 8 الساعه 7:30 باذن الله هيكون الاستوديو التحليلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الى حسن المتابعه.